بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد زي أي يوم. كل سنة وانتم طيبين. ساعات قليلة جدا ونحتفل بعيد الأضحى، والعيد يعني فرحة وخروجات وسينما ومسرحيات. العيد بالنسبة لكل واحد فينا بيختلف، في اللي بيستنى عشان العيدية، اللي بيستنى الفتة، واللي بيستنى لبس العيد. طبعا اللبس بقى غالي، خصوصا ان في ناس بتحب ستايلات معينه وبراندات معينه وبتشتري من اماكن غاليه. فعشان كده النهارده حلقتنا هتبقى عن اللبس والموضه، وازاي كبنت ممكن تختاري ستايل يناسبك وانت كولد تلبس بشكل يخليك شيك وفي نفس الوقت ايه على اخر موضه وتوفر فلوسك. كمان هنقول لكم ازاي تجيبوا لبس براندات بسعر كويس. السؤال دلوقتي، واحنا لسه بنجيب لبس العيد؟ ده اللي سالناه للناس ودي كانت اجابتها، تعالوا نشوفها. لبس العيد ولا لا؟ لا لسه. جبته. لا لسه. لسه لسه. لا لسه. لا لا لسه. جبته. ده يعتبر لبس العيد. جبته اكيد طبعا، كل سنه وانتم طيبين. لا جبته. اخر مره جبتي لبس العيد كانت امتى؟ لا العيد اللي فات. كانت السنه قبل اللي فاتت. ده العيد اللي فات. بجيب لبس عادي بس مش لازم يبقى لبس العيد يعني. اخر مره كان عشان عيد صغير تقريبا من سنه. السنه اللي فاتت. العيد اللي فات. السنه اللي فاتت.